عندنا نتائج الاتحاد حققها، واحنا اتحاد عريق من 1910. احنا بنتكلم على فكره احنا 1907، احنا من قلب هو بدا الانشاء 1907، قعدوا 3 سنين وتم بالظبط 2010. بالظبط، برافو عليك. ما احنا انا بحب الميه، من محب الرياضات المائيه عموما. يعني التمرين التمرين بتاع الرياضة دي بيبقى صعب، بنشوف ناس تنزل 6 الفجر و5 الفجر والحاجات كده، فالتمرين بيبقى عامل ازاي؟ وهل هي رياضة نقدر نقول زي السباحة والكاراتيه ينفع للطفل عنده 5 سنين و4 سنين، ولا احنا لينا تفاصيل مختلفة؟ الحقيقة ان احنا لينا تفاصيل مختلفة، بس انت حطيت ايدك على نقطة مهمة قوي. لاعب التجديف بيصحى احيانا 4 الصبح، ليه؟ لو هو المفروض يبقى في المدرسة 8 الصبح لازم يكون في الميه 6، يعني هما بينزلوا الميه هما عشان ممنوع تنزل في الضلمه، مع اول فعلا شعاع نور كده تلاقي المراكب فعلا موجوده في النيل. لازم يكون في مدرسته 8، فهو ينزل 6 يخلص تمرين 7 قبل ما يلبس جري. وهي الحقيقه من الرياضات اللي بتنظم حياه البني ادمين، يعني لو سالت اي رياضي هتلاقي انه حياته مبنيه، او رياضي لاعب تجديف انه بيخلص 8 فبيحصل كذا كذا كذا، وبعدين يرجع الساعه 2 او 3 يتمرن، وبعدين اليوم يستمر. هي منظمه قوي لليوم. واحيانا على فكره بيبداوا تمرين ارضي الساعه 5 الصبح عشان برضو لو هو عنده المدرسه 8. وطبعا ارضي اللي هو لو هيلعب سويدي، لو هيلعب الارجوميتر. لان الارجوميتر ده اصله زمان ما كانش بالاهميه دي، دلوقتي بقى ليه بطولات دوليه. هو انت بتتمرن عليه، بتحمل عليه، وممكن تقعد عليه مثلا ساعه، بس طبعا دي بتبقى محتاجه تحضير قبلها. لكن هو بيبقى زي مش تسخين، هو احماء او تسخين او تحضير للميه. فانت ممكن يعني هم في اوروبا في فترات البحيرات عندهم بتتجمد، يا اما بيجوا دول مثلا زي عندنا قبل كده استضافنا اوكرانيا، او يلعب في الصالات، او عندهم دلوقتي تاديف زي حمام سباحه كبير كده وجواه مركب ثابته بيتمرن فيها. فانت لازم يبقى عندك بدائل ان كيس المايه فيها اي مشكله. فمع الوقت اتطور وبقى يعني مش رياضه مستقله، بس بقى ليه بطولات مستقله. رياضه التاديف على السن صعب قوي طفل عنده 5 سنين ينزل، لانه خلي بالك انت بتبقى شايل زي ما قلت لك اوزان، يعني وزنك وزن المئداف ووزن المركب وجزء من المايه، وبعدين فهي مش قبل 12 سنه عشان تستوعب الميكانيزم وتفاصيل اللعبه. ده غير ان انت لازم تجيد السباحه، لازم يبقى معاك، يعني احنا عندنا شرط ان انت لازم تجيد السباحه عشان المركب السكيف اللي هي الفردي والزوجي احيانا بيبقى سهل يتقلب في الميه، السكيف بالذات سهل جدا يتقلب في الميه، ده دوليا مش احنا بس، لازم تبقى بتجيد السباحه. لان انت هو طبعا ممنوع برضو منعا باتا لاي نادي تاديف انه فريقه ينزل من غير ما يكون المدرب وراهم في لانش، اولا عشان يتابعهم كتدريب، ثانيا عشان ان كيس حصل اي حاجه.